الرئيس السابق باراك أوباما يدعو بالليل والنهار إلى توحيد كافة أطراف المعارضة السورية. في جسم حتى المجلس الوطني لم يكن مقبول 100%، لأنه إسا كان في أطراف خارج المجلس، فمن هون يمكن بعدين إجا الائتلاف كعنوان أشمل إسا من المجلس الوطني. كانت التأكيدات كلها أن الخلاف هي من السوريين أنفسهم بدون تدخل حدا فيهم. هلا من السوريين ما في شك، انا هذا اللي يعني شاهد علي. هلا منين اجيت؟ يعني ما في شيء سحر، ما في شيء سري، بقصد ما في شيء بنعرفه. انا اتفقت على جدول وعلى سياسي واضحه مع الجميع قبل ما اصير رئيس، حتى هن حطوني رئيس مجلس. انا لا عندي حزب ولا كنت زعيم سياسي ولا طالب مناصب سياسي، كنت ملصق اكاديمي وعم اشتغل بجامعتي، بس بامام تحدي من النوع ما ممكن الواحد يكون اذا عنده رصيد انه ما يستخدمه مشان يحاول انه يدفع قضيه الثوره للامام، قضيه الشعب للامام. كنا متفقين انه كلهم يكونوا بالمجلس مشان ما يقولوا لنا اتفقوا والمعارضه مقسمه. بعدين شو اجى؟ اول شيء هيئه التنسيق قالوا انه هذا المجلس في ناس بدهم يدعوا للتدخل الدولي، ونحن كاتبين بالبيان ما في تدخل دولي، يعني حطينا الكلمه المجلس سياسته عدم التدخل العسكري الدولي، وانما نحن مع حمايه المدنيين، وكانوا متفقين عليه. قالوا لا نحن مترددين، وبعدين قالوا لا ما هذا مسيطرين عليه الاخوان المسلمين. طيب انتم بالبدايه ليش ما عرفانين انه الاخوان المسلمين طرف فيه، ونحن بدنا اياهم طرف مشان ما يضلوا كمان نقيض وعندهم اجنده ثانيه واستراتيجيه ثانيه، مشان نوحد خط الثوره ونوحد المسيره تبعنا. تفاجأتوا بعدين انه الاخوان سيطروا على المشهد، سيطروا على المجلس الوطني ولا كمان ما حدا مسيطر على المجلس، كل واحد عم يشتغل لحاله. ما هي وين الانقسام؟ حتى اللي كانوا بقيوا بالمجلس ما نون متحدين. ليش؟ لأنه ما في وعي، ما في إدراك لأهمية إنه يشتغلوا شغل مشترك. الأخوان بالنسبة لهم هاي فرصة مشان يزيدوا من وزنهم كأخوان، مش إنه فهمت شلون؟ يعني هني ما بدهم يسيطروا على المجلس، هني بدهم بس يكملوا مشوارهم يزيدوا من حجمهم فاستثمارهم لحالهم. والغير الأخوان كمان ما هدفهم أنه يتقدموا، هدفهم أنه يكون لهم مواقع أكبر ويكسبوا مواقع أكبر. يعني بدال ما يستثمروا الناس ويضحوا مشان يطوروا الإطار المشترك، يطوروا المجلس، صاروا بدهم يستخدموا المجلس كعباءة كغطاء مشان يبرروا عملهم المنفرد وأجنداتهم الخاصة. يعني الأخوان استمروا بأجندة، والإعلان دمشق عنده أجندة، وهيئة التنسيق عنده أجندة، كما لو أنه المجلس غير موجود. فخلونا بالفراغ. ليش قدمت استقالتي أنا؟ لأنه أنا صرت بالفراغ، ما أنا بدي يكون في أجندة واحدة. إذا كل واحد تبع أجندته الخاصة ما عاد في شيء تشتغلوا أنت، خلاص. هذا سبب استقالة الدكتور غليون، وهذا فينا نقول كمان سبب عدم القدرة على استقطاب الكرد والعلويين في سوريا. لا، ما كان مطروحة بهذيك الأيام لسه الكرد والعلويين، يعني العلويين طبعا، لأن يعني الكرد طلعوا عملوا المجلس الوطني الكردي شيء لحاله. إيه، كانوا عم كان في حوار مع المجلس الوطني، وكانوا مشاركين بالمجلس الوطني وإلهم نائب رئيس وإلى آخره. لا بس كانوا عم يعني عم يشكوا دائما انه بدهم اكثر وبدهم اعتراف دستوري والى اخره، بس كانوا شركاء بالمجلس الوطني مش ما كانوا. والعلويين ما كان في حدا بيحكي علويين وسنة وما لازم يعني نحن عم نحكي شعب سوري بعلوي ومسيحيي ومسلمي، ما في تمييز بين وحتى مش قبائل وعشائر ومناطق. يعني اذا بدي افتح باب انه الدير له تمثيل وحماة له تمثيل وحمص له تمثيل، معناته عملنا ما عاد نوصل للنتيجه اطلاقا. نحن عندنا قلنا انه القوى السياسيه الموجوده اللي هي منظمه كقوى سياسيه سوريه مش كممثلين لطوائف، هدول عملنا منهم مجلس وطني. مشان هيك ما هلا في منهم عندهم اعضاء علويين وسنه ومسيحيه وكذا موجودين كلهم، بس مش
تمثيل للطوائف. هلا مشكلة العلويين مشكلة كان فيها يعني كان في ما ما ولا بتنطرح بهالطريقة اللي طرحت بعدين وكذا، انه والله كأنه صراع علويين وسنة. ما كان في صراع علويين وسنة، كان في صراع ضد نظام. حتى لو كان يعني لو كان بشار الأسد حقيقة مسلم سنة ومتعصب ومتدين، يعني الناس كانوا حيقبلوا انه يقلب الجمهورية لمملكي جملكية. ويستبيح كل حقوق الناس ويفرض حكم بالحديد والنار وما حدا يجرؤ يحكي، والسجون بمضي واحد منهم اذا شاب كتب مقال ولا حكى كلمتين ب 15 سنه بالسجن وبتدمر وبغيرها. يعني انتم لازم تقروا قصص السجون، صار في روايه معروفه شفناها بعيوننا. هذا ما نظام، هذا مقصلي للشعب كله كان. يعني لو 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 كان لو كان ابن شو بدي اقول يعني ابن نبي ما حيس ما حد بيحسن يتحمل النظام اللي فرضه على الناس. وما زال يعني، وبعدين بين طبيعه النظام وقت صارت الثوره والاستخدام العنيف لوسائل الدمار الشامل. يعني ما في نظام، ما في ديكتاتوري بدي اقول استخدم